نتكلم لك على الدوري السعودي هنايا، هو كان احسن قرار يعني تشاوروا، كانت لجنه مختصه باش تاخذوا القرار، لجنه الاتحاد السعودي، وزاره الصحه، وزاره الداخليه، الامن، يعني كاع كانوا مكونين لجنه باش خرجوا بقرار، وقرار انا نقول عادل. علاش؟ لانه كاين الناس تعبت طيلة الموسم هذا، يا باش كاين ناس يتلعب على الصعود وخسرت أموال، والناس يتلعب على اللقب، والناس يتلعب على البقاء، يعني ما ظلموا ولا فريق، يعني خلوا الدوري يستكمل. وقلت لك هو أحسن قرار، يعني ما فيه ولا فريق ظلم.